السلام عليكم. تمديد التدابير المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2240 الصادر عام 140 عفوا الصادر عام 2014 والقرار 2216 الصادر العام الماضي. هذه هي مقدمة قرار مجلس الأمن الجديد بشأن بلادنا، القرار الذي حمل رقم 2266. تضمن كذلك دعمه لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد كذلك على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لمراجعة مدى ملائمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعديلها أو تعليقها أو رفعها حسب ما تدعو إليه الحاجة في أي وقت، وذلك استجابة للتطورات. هذا أبرز ما تضمنه قرار مجلس الأمن ليومنا هذا. فما دلالة القرار وأهميته في هذا التوقيت تحديدا، وما أثره على المتغيرات الميدانية والسياسية في البلد؟ حول القرار الأممي الجديد سيكون المحور الأول من مسائنا اليمني، نبدأ نقاش فيه مع ضيوفنا لكن بعد متابعة هذا التقرير. بموازاة مسائها الرامية إلى استئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة والميليشيا، تواصل الأمم المتحدة الضغط على الرئيس المخلوع وقيادة الميليشيا. تضغط المنظمة الأممية عبر آلية لجنة العقوبات الخاصة باليمن، والتي تم تشكيلها من مجلس الأمن في شهر مارس من العام 2014 بقرار تحت الفصل السابع يحمل رقم 2140، ويقضي بمنع السفر وتجميد أموال وأرصدة المتهمين بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، وهم الرئيس المخلوع والقياديان في ميليشيا الحوثي عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى المعروف بعلي أبو الحاكم، قبل أن تتسع القائمة في إبريل من العام الماضي لتشمل زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وأحمد علي صالح. التطور الأهم هو إقرار مجلس الأمن تمديد العقوبات لمدة عام بعد توصل اللجنة إلى بعض الخيوط الخاصة ببيانات ومعلومات المشمولين، وبعد حصول تقدم في جهود تعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة. حدث هذا بعد أن تمكن الخبراء في وقت سابق من الحصول على المعلومات الخاصة ببعض المشمولين في العقوبات تفوق بكثير وثائق السفر التقليدية، حيث تمكن من التحقق من هويتهم واعتقالهم في حال سفرهم حتى ولو استخدموا هوية مغايرة. تضمن القرار الأخير تحذيرا من أن الوضع القائم حاليا في اليمن لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفقا للقرارات الأممية. قرار المجلس أكد على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لمراجعة مدى ملائمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعديلها أو تعليقها أو رفعها حسب ما تدعو إليه الحاجة في أي وقت، وذلك استجابة للتطورات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن ينضم إلينا الآن في الاستديو بداية أرحب بالأستاذ زيد جابر الكاتب والباحث السياسي، حياكم الله أستاذ زيد. أستاذ زيد، إذا ما تحدثنا عن أن القرار الجديد يحظى بإجماع مجلس الأمن، كثيرين قالوا أنه يعزز القرار 2216 وكذلك القرار السابق 2140، ما أهمية هذا القرار وما هي دلالاته في هذا التوقيت تحديدا؟ الحقيقة القرار يعني له أهمية خاصة كون صالح والحوثي، وتحديدا صالح كان خلال الفترة الماضية كان يحاول أن يستصدر خاصة من روسيا يعني قرارا أو على الأقل يعيق أي قرار يفرغ القرار 2216 من مضمونه. اللقاءات التي ظل يجريها بالسفارة الروسية في صنعاء والوفود التي بعثها إلى روسيا ويعني تركيزه على هذا الجانب، ربما بدأ الناس بعض المخاوف تساور الناس من الموقف الروسي. حقيقة يعني هذا القرار يمثل صفعة لعلي عبد الله صالح ولحزب يعني وللحوثيين. روسيا لا يمكن أن تفرط بمصالحها، في الأخير المواقف الدول الكبرى تنبني على مصالح واضحة وحقيقية، ومصالحها مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج لا يمكن أن تساوم بها بالمصالح مع شخص يعني أصبح جزءا من الماضي. هذا القرار يؤكد أن المسألة اليمنية هي تختلف كثيرا عن المسألة الروسية التي فيها السورية مثلا التي فيها انقسام واضح في مجلس الأمن. هذه المسألة اليمنية عليها إجماع
من قبل، يعني منذ أن كانوا جميعا رعاة المبادرة الخليجية، يعني أقصى ما يمكن أن عبرت عنه روسيا في القرار السابق أن امتنعت عن التصويت، لكنها لم تتخذ أي خطوة تجاهه. هذا القرار الذي جاء بالإجماع يؤكد على ما مضى، الدليل على أن الجميع مع عملية سياسية تمضي وفقا لقرارات الأمم مجلس الأمن الدولي. طيب دعنا يعني نأخذ المزيد من الاطلاع حول هذا القرار. ينضم إلينا الآن سفير اليمن في الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، مرحبا بك معالي السفير. أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. معالي السفير، حدثنا عن أبرز النقاط التي تضمنها القرار وأهميته في هذا التوقيت الحساس تحديدا. أشكركم جزيل الشكر إخوتي على تسليط الضوء على نشاطات الوفد الدائم للأمم المتحدة، الوفد الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة. وأود أن أشير إلى أن القرار الذي صدر اليوم وهو قرار 2266 الصادر عن مجلس الأمن هو قرار فني يعيد تجديد الولاية القانونية للجنة العقوبات التي أنشأها مجلس الأمن لمعاقبة معيقية التسوية السياسية في اليمن. وكما تعرفون أنه منذ 3 سنوات حتى الآن تم إنشاء فريق خبراء يقوم بمراقبة مسائل محددة في التفويض الدولي، والتي هي رصد الموارد المالية وتجنيدها والمنع من السفر. وأضيف إليه في القرار 2216 بند حظر بيع الأسلحة. فبالتالي يستهدف في هذا المؤسسات والمنشآت والأفراد الذين عملوا ويعملوا على إعاقة العملية السياسية في اليمن، ونقصد هنا الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة أنصار الله أو الحوثية بقيادة عبد الملك الحوثي. فهؤلاء يعتبروا بالقانون الدولي عناصر تترتب عليهم قوانين حظر فيما يتصل بالممتلكات والأرصدة والحظر من السفر وأيضا منع التسلح. ومعروف أن تقرير لجنة الخبراء الأول الصادر في العام الماضي أشار إلى أن الرئيس المخلوع تمكن من نهب ما قرابة 60 مليار دولار من موارد وقدرات ومؤهلات ومقدرات الشعب اليمني. وفي هذا التقرير الأخير الذي صدر عن لجنة العقوبات تمت الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أمسكت بيدها قرابة 50 مليون دولار. 50 مليون؟ 50 مليون دولار. طيب هل تمت معرفة أين بقية المبلغ ربما 59 مليار دولار أو أكثر؟ هي بداية الخيط في عملية طويلة تقوم فيها خبراء في الجانب المالي بتتبع كل الشخصيات المتصلة بالمخلوع من أفراد الأسرة، أبنائه، ابنه ذكر في التقرير الأخير خالد علي عبد الله صالح، وذكر أيضا أنسابه. وهناك قائمة طويلة يتم تحويل الموارد لإخفائها عن طريق حساباتهم الخاصة البنكية. أفهم منك معالي السفير أن هناك أسماء جديدة أضيفت إلى التقرير يعني في القرار الجديد؟ إضافة أسماء الآن، الخطوة اللاحقة سيكون إضافة أسماء إلى التقرير من أفراد الأسرة الذين يعملوا على إخفاء موارد نهبوها من مقدرات الشعب اليمني. هناك الحديث عن مبلغ قد يصل إلى 9 مليار دولار، وينتظر تعاون بعض الدول مع فريق الخبراء ومع لجنة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة. هل تم تحديد هذه الدول؟ أين هذا المبلغ معالي السفير؟ هناك بعض الدول في الإقليم وفي العالم، وهناك بعض الاستثمارات للمخلوع في قطاع العقارات، وهي الآن تتابع وقد يتم وضع اليد عليها. وهذه المبالغ ستكون لها فائدة كبيرة في جهودنا المشتركة لإعادة الإعمار. ونحن اليوم نتكلم بمناسبة الذكرى 50 لقيام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومشاركة معالي الأخ الدكتور محمد الميتمي وزير التنمية والتعاون الدولي. نعم. ونحن نتحدث عن جهودنا المستمرة لإعادة الإعمار، لإعادة إعمار ما خربته الحرب، لإعادة إعمار كل هذا التدمير الشامل. نعم. قدرة الشعب اليمني والقتل والتقتيل لأبنائنا من قبل عصابات الحوثيين ومن قبل عناصر المخلوع صالح.
نعم علي السفير، يعني من الملاحظ كذلك في البيان أن هناك إجماع دولي لا زال مستمر حول الملف اليمني. أنتم بخصوص هذا الإجماع، هل تعتقدون أنه سيظل أو سيستمر إلى حين استرجاع هذه الأموال المنهوبة وكذلك إحقاق العقوبات يعني المفترضة بهؤلاء الذين سماهم تقارير الأمم المتحدة؟ عزيزي، أود أن أؤكد لأبناء شعبنا وأؤكد لكل متتبع للهم السياسي اليمني أن المجتمع الدولي لم يكن موحدا تجاه أي قضية من قضايا الخلاف القائمة وملفات القضايا العالمية كثيرة أمام مجلس الأمن كما تعرفون، إلا في القضية اليمنية. حينما حتى هذه اللحظة لا يزال مجتمع الأمن يؤكد على دعمه لحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي، دعمه للشرعية الدستورية في اليمن، ودعمه لعملية الانتقال السياسي السلمية التي بدأناها بدعم وإسناد من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، وكنا قاب قوسين أو أدنى كما تعرفون أخي العزيز ومحطتكم من ضمن المحطات الرئيسية التي لعبت دور في إبراز هذه الجوانب، أننا كنا قاب قوسين أو أدنى نحو بناء دولة مدنية حديثة اتحادية مسالمة، وكان هناك مشروع للدستور سيقدم ليس نصا إلهيا ولا نصا مقدسا، كان نصا قابلا للنقاش، وكان لدينا مخرجات حوار وتعتبر من الإنجازات الهامة التي لم يحدث في تاريخ المنطقة أن توقف شعب بطريقة حضارية وبطريقة مدنية ووقف أمام كل الصعاب والقضايا وناقشها بكل شفافية، ولكن أرادت زمرة من العصابات ومختطفي الدول. نعم علي السفير، رفضت. نعم أشكرك شكرا. نعم، وتآمرت على الدولة. أشكرك شكرا جزيلا المندوب اليمني في الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيد ناثانيال تيك. أهلا بك سيد ناثانيال. أهلا وسهلا سيدنا ثانيال. يعني هناك إجماع دولي في القرار الأممي حول الملف اليمني، أنتم في وزارة الخارجية الأمريكية كيف تقرؤون هذا القرار؟ الولايات المتحدة تتفق قلبا وقالبا مع ما ورد من هذا القرار الجديد من مجلس الأمن، وذلك بأن الولايات المتحدة تعتبر المفاوضات السياسية أو العملية السياسية يعني السبيل الأمثل لإيجاد مخرج من هذه الأزمة في اليمن التي أدت إلى معاناة الشعب اليمني بشكل غير مسبوق. لذلك نحن نحث وبقوة جميع الأطراف وطبعا بالأخص الحوثيين ومن يدعمهم على ضرورة ممارسة ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن النية وبدون شروط مسبقة. نحن نحث الأطراف على أن يعني أن يستمروا في التقدم التي حصلت في شهر 12 وأن يقوموا يعني تنفيذ الإجراءات لبناء الثقة من بين الطرفين من أجل تمهيد الأرض للمزيد من التقدم الدبلوماسي. وهذا الحل السياسي سيؤدي إلى يعني وقف إراقة دماء الشعب اليمني، وفي نفس الوقت يعني إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية التي الشعب اليمني هم بحاجة ملحة إليه. فلذلك الولايات المتحدة تدعم هذا القرار. طيب سيد ناثانيال، يعني هناك من يقول أن هناك قرار للأمم المتحدة هو القرار 2216 تحت البند السابع يتيح للأمم المتحدة فرض هذه العقوبات بقوة السلاح. هناك من يرى أن الأمم المتحدة لم تفرض هذه العقوبات بقوة السلاح، لكن يعني جعلت دول الخليج بتدخلها العربي الذي جاء موافقة أو بطلب من الرئيس هادي هو الأداة العسكرية لتطبيق هذا القرار. أنتم في الخارجية الأمريكية يعني توافقون مع هذه النظرة؟ طبعا بالنسبة للتدخل الخليجي نحن نعتبر هذا التدخل يعني حماية النفس إلى حد كبير، خاصة من قبل السعوديين، لأن طبعا السعودية تعرضت للكثير من الهجمات خاصة من
من قبل القوات المواليه للمخلوع علي عبد الله صالح. فلذلك الولايات المتحده يعني تدعم يعني الجهود الراهنه من قبل الخليج، ولكن يعني هذا التدخل لا يمكن ان يكون الشيء او الفعل النهائي، يعني لابد ان يكون هناك يعني عمليه سياسيه، وهذا هذا العمل العسكري لابد ان يؤدي الى شيء ما او ويدعم يعني الحل السياسي. فلذلك نحن نتعاون بالقرب مع السعوديه والحكومه العمانيه والحكومه الاماراتيه من اجل يعني خلق بيئه مناسبه سياسيا يعني ايجاد حل سياسيه. طيب يعني هناك عام كامل مضى منذ يعني تقريبا اصدر القرار الاممي، بالنظر الى ما تحقق في الفتره الماضيه يعني كيف تقيمون ما سيحدث بما أنه مدد أيضا لعام آخر وبعجالة إذا سمحت؟ يجب أن نحمل المسؤولية طبعا للأطراف وخاصة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والوزير كاري قال هذا بشكل صريح في الأمس أثناء جلسة الاجتماع أمام الكونغرس، فقال الوزير بشكل صريح أنه علي عبد الله صالح لعب دور كبير في عرقلة العملية السياسية، ولذلك طبعا هنالك مما لا شك يعني هنالك ايضا يد ايرانيه وانشطه ايرانيه لزعزعه الاستقرار في اليمن. فلذلك الولايات المتحده سوف يعني تقف مع الرئيس الشرعي والتحالف العربي من اجل ردع يعني هذه التصرفات الغير مسؤوله التي ادت الى اطاله هذه الازمه بشكل غير مقبول. اشكرك شكرا جزيلا. المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه السيد ناثانيال تيك كنت معنا عبر الهاتف. اعود الى الاستاذ زايد جابر. استاذ واعتذر على الاطاله عليك، لكن يعني لاحظنا من خلال كلام ضيفي الكريمين أن هناك إجماع دولي حول بلادنا ودعم الشرعية اليمنية بمواجهة المخلوع صالح وميليشيات الحوثي الانقلابية، كيف يمكن الاستفادة من هذا الإجماع؟ يعني أنا أقول ما حدث هذا الإجماع هو أتاح فرصة، يعني ربما القرار كان لاحقا لقرار عاصفة الحزم، لكنه يعني يأتي تحت هذا الظل، يعني قرار مجلس الأمن هو تحت البند السابع، وما يقوم به هذا التحالف جاء استجابة لطلب الرئيس الشرعي، وفي نفس الوقت ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية. هو أيضا يعني يعطي ثقة أن جهود وما بذله الأطراف الإقليمية المؤيدة للحوثي وما بذله علي عبد الله صالح وصل إلى طريق مسدود، لا زال ينظر إليه كانقلابي، لا زال الناس مع هذه الشرعية، وهذه أعتقد يعني تشجيع كافي لأن يعني تستمر الشرعية والتحالف لاستعادة الدولة وتطبيق هذه القرارات، لأنه في الأخير هذا القرار وإن كان تحت البند السابع لكن يعني الدول الغربية لا تجد في نفس يعني مصلحة لأن تقوم وتنفيذ. هي بتنفيذ هذا القرار، وبالتالي بالإمكان المجتمع الإقليمي المتضرر من هذه الحركة وهذا الانقلاب إلى جانب الحكومة الشرعية أن تقوم هي بالحسم العسكري ما دام أن هؤلاء رفضوا الرضوخ للقرار، مع أنني أعتقد أنه آخر فرصة كانت لهذه الميليشيا خصوصا الحركة الحوثية، لأن تنفيذ القرار فيه مصلحة لهم أيضا، إنهاء الانقلاب كان يمكن أن يجعل منهم شركاء في العملية السياسية، لكن في حال رفضهم وتعنتهم وتم الحسم العسكري سيصبح الحديث عن أي شراكة سياسية غير ذات جدوى. نعم طيب يعني هناك لربما إجماع يعني بخصوص اليمن في القرارات الأممية، ربما نظرا إلى الحساسية اليمن وموقعها الجغرافي على الممرات الدولية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني نعم، اليمن يعني هناك خشية من أن تنزلق إلى العنف نظرا لموقعها الجغرافي وتأثيرها على الممرات الدولية وعلى النفط وعلى دول الخليج، يعني ولهذا حتى اختيار الجماعة الإرهابية والقاعدة لليمن لم يأتي يعني من فراغ. نعم من فراغ، وبالتالي اهتمام المجتمع الدولي يأتي من هذه النقطة، وبالتالي لا يمكن أن يسمح لليمن أن تنزلق إلى العنف وأن يتركها وشأنها، لأن تداعيات مثل هذا الأمر لو حدث لن يقتصر على اليمن فقط، ومن هنا نجد
هناك شبه إجماع رغم الاختلافات في قضايا كثيرة حول أن اليمن يجب أن تخرج من هذه الأزمة ويجب أن يتم انتقال العملية السياسية، يعني حتى روسيا لا تخرج كثيرا وإن كان بعض التفاصيل البسيطة، لكنها مع الشرعية للخروج واستكمال الانتقال السلمي للسلطة حتى لا تنزلق اليمن يعني إلى فوضى وتصبح مرتعا للجماعات الإرهابية بما يشكل ذلك من خطر إقليمي ودولي. طيب يعني من وجهة نظرك أستاذ زايد، ما هو مستقبل المفاوضات السياسية في ظل تمديد العقوبات وفق هذا القرار؟ يعني أنا أقول يعني هذه الجماعة بالنظر إلى خلفيتها العقائدية والأيديولوجية وبالنظر إلى التجربة التي حكمت اليمنيين منذ نشأة هذه الحركة وحتى اليوم ومنذ بدأت بانقلابها الأخير، يعني ليس هناك أمل أن يصل الناس إلى طريق يعني متفق عليه مع هذه الجماعات، يعني ليس هناك خيارات، هم يحاولون من خلال المفاوضات أن يعني يلتقطوا الأنفاس ليعيدوا ترتيب صفوفهم العسكرية، يعني في الأخير القرار واضح وصريح وتحت البند السابع، يجب أن ينتهي الانقلاب، أن تسلموا السلاح، أن لا تتدخلوا بشؤون الحكومة الشرعية، ثم يبدأ الحديث عن الشراكة السياسية وما إلى ذلك. هم يرون، هذه الجماعة ترى أن تسليمها للسلاح وتعاملها كجماعة سياسية مثلها مثل بقية الأحزاب والجماعات السياسية سيقضي على مستقبلها، يعتقدون أن ما حققوا إنما كان بالقوة وأنهم أصبحت لديهم ترسانة كبيرة من الأسلحة وأن تسليمها سيجعلهم جماعة صغيرة ربما لا يتجاوز نطاق تأثيرها بعض مناطق صعدة وليس بأكملها، وبالتالي من الصعب أن هذه الجماعة تبادر سلميا لإنهاء الانقلاب وتفكيك ميليشياتها وسلاحها يعني الذي حازته سواء سلاح الدولة أو الذي أخذته من أماكن أخرى. يعني إذن هذه المفاوضات ما حدث في جنيف 1 وجنيف 2 كان مؤشرا، يعني ما طلب من في الاجتماعات من إبداء حسن النية مجرد إطلاق الأسرى والمعتقلين لم يتم تنفيذه، فما بالك عندما يطلب يعني ويصل الناس إلى قضايا ما هو أكبر يعني تسليم السلاح ومن عودة الحكومة الشرعية، إذا كان مجرد إطلاق الأسرى والمعتقلين الذين تم اعتقالهم من منازلهم لم تقم بها هذه الجماعة، فيعني كم من الوقت نحتاج حتى يعني تنفذ؟ هي هذه النقطة ملاحظة، يعني إذا ما شاهدنا تجربة سابقة ل يعني جماعات فاشية أو نازية، ربما في ألمانيا كان هناك خطاب تعبوي تعبوي تعبوي، من ثم وجد يعني من أيد النازية في ألمانيا أنه معزول عن كل العالم أو مكروه من جميع العالم، ثم استرجع واستذكر وبنى مشروعا لبلده. الآن الميليشيا الانقلابية إلى متى ستستمر في هذا في ظل هذه هي ستستمر حتى تنتهي كميليشيا؟ أنا أقول هذه الجماعات يعني هذا السلاح يجب أن يدمر من يد هذه الجماعات وأن ينتزع بالقوة، وهذا ليس هناك أي خيار آخر إلا انتزاع هذا السلاح بالقوة. ربما عندما تشعر بالضعف، عندما تصبح عاجزة، سيبحثون ويحاولون أن يبحثوا أن يعودوا كجماعة سياسية. هي مشكلتنا مع هذه الجماعة أنها ذات نشأة يعني إلى جانب الأيديولوجية التعصبية ويعني نظرية الاصطفاء الإلهي والخلفية التاريخية التي جاءت منها، هي أيضا ميليشيا نشأت مع السلاح وبدأت بالسلاح، وبالتالي هي لم تتعامل مع السياسة، وللأسف أن الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع الدولي تعامل معها وكأنها فصيل سياسي وحزب سياسي من الأحزاب السياسية، وهي ليست كذلك، ولذلك لا يمكن أن نتوقع. يعني أنا أقول خلافا للرئيس المخلوع، يعني هو سياسي وربما لو وجد يعني مصالح وما يعني قضايا سياسية قد يتعامل معها، يعني لكن هذه الجماعة مستحيل أن تتعامل سياسيا أو تقدم تنازلات بحيث أنه تنهي الانقلاب. نعم هي قد تقدم على بعض الخطوات المراوغة كما كان يحدث في السابق، لكن بشكل يعني بحيث يظل السلاح هو أداتها في فرض رؤاها السياسية. نعم. وهذا أمر غير مقبول. طيب سنعود لاستكمال النقاش في المحور الآخر من حلقتنا في هذا المساء، لكن أسمحك عذرا وسادة المشاهدين للتوجه إلى فاصل قصير، بعده نعود لاستكمال النقاش، ابقوا معنا مشاهدين.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بيان سياسي صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني يحمل موقفا واضحا في المضمون من الانقلاب. جاء في نصه: لقد كان شعار إقالة حكومة الفساد وإسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مجرد غطاء لتنفيذ انقلاب 21 من سبتمبر 2014 وتقويض العملية السياسية الجارية برعاية إقليمية ودولية. البيان إذن فتح المجال لطرح تساؤلات من قبل المتابعين، من بينها: لماذا تأخر الموقف الرسمي للاشتراكي إلى هذه اللحظة؟ وماذا عن لغة البيان التي كانت كما يبدو لطيفة وناعمة مع جماعة الحوثي تحديدا، رغم أن وضوحها في إدانة انقلاب 21 من سبتمبر كان جليا؟ وإذا كان البيان لحزب سياسي مهم قد أشار إلى خطورة الثورة المضادة لفبراير ومشروعها العائلي الصغير، لماذا تغافل الثورة المضادة لسبتمبر ومشروعها الإمامي الخطير؟ حول هذه التناولات والتداولات وردود الأفعال حول البيان السياسي الأخير للاشتراكي سيكون محور حلقتنا الثاني الذي سنبدأ نقاش فيه بعد متابعتنا لهذا التقرير. ها هو الحزب الاشتراكي اليمني يرمي آخر أوراقه السياسية كما يبدو، منتصرا للحظة التاريخية الحاسمة واستحقاقها في هذا التوقيت الصعب من عمر اليمنيين، ليؤكد في بيانه الأخير موقفه الواضح من الانقلاب، حيث قال إن مطالبة الحوثيين بإقالة حكومة الفساد وإسقاط الجرعة لم يكن سوى مجرد غطاء لتنفيذ انقلاب 21 من سبتمبر عام 2014 وتقويض العملية السياسية، مؤكدا أن حديث الانقلابيين اليوم عن حرب ضد العدوان يبدو وكأن الأمر استتب لهم والشعب اليمني بارك انقلابهم. سدد الحزب سهامه باتجاه صالح، واصفا الانقلاب بأنه تدبير المخلوع ضد شرعية التوافق الوطني، مدفوعا برغبة غرائزية في الانتقام من ثورة 11 من فبراير 2011 الشعبية التي وحدت معظم اليمنيين في كل الجبهات والفئات للتعبير السلمي. إلا أن البيان الذي اتهم المخلوع صالح بالانقلاب أغفل الإشارة إلى أن الحوثيين يمثلون امتداداً للمشروع الإمامي وظلوا يعدون العدة للحرب والانقلاب طويلاً، بل قدمهم كحركة مغرر بها من قبل صالح. فوجه البيان نداء السياسي لجماعة ليست سياسية ولم تحتكم لعقل أو منطق ولم تستجب لمخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 2216 ولا حتى F16. مراقبون قالوا إن البيان المتأخر كثيرا عن موعده والذي جاء عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين علي محسن الأحمر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة مؤشر على استشعار الحزب بأن هناك قرارا دوليا بالحسم العسكري. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ هذا المحور. أستاذ زيد، يعني أقتبس من كلامك، الاشتراك يمثل غطاء سياسيا للتمرد الحوثي منذ الحرب الأولى عام 2004، ما هي المعطيات التي بنيت عليها هذا الرأي؟ يعني الحقيقة المتتبع للعلاقة مع بين الاشتراكي و الجماعة الإمامية وهذه الأحزاب بعد قيام الوحدة في عام 90، كان الإصلاح وهو يعني يمثل تيار الإخوان المسلمين والتيار السني متحالفا مع علي عبد الله صالح، فمد الاشتراكيون تحالفهم مع هذه الجماعات الحوثية كانوا منضويين في إطار حزب الحق، وفي انتخابات 93 كان واضحا أنهم دعموا حسين الحوثي كان مرشحا يعني لحزب الحق في صعدة. في حرب 94 كان موقف هذه الجماعة مع الحزب الاشتراكي، وحدثت بدر الدين الحوثي تم ضرب بيته في صعدة وهاجر إلى إيران. العلاقة كانت واضحة وصريحة، كان يرى ربما يعني في إطار التوازن أن الشركاء الوحدة المؤتمر الاشتراكي أحدهما متحالف مع الآخر. عندما بدأت الحرب كان الحوثي الاشتراكي واضحا في الدفاع عن الحوثي ولم يكن يشير إلى قضية التمرد، يعني كان يتبنى وجهة نظر الحوثي. كانت صحيفة الثوري وظل يديرها لفترة طويلة محمد المقالح عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي وأحد القيادات السلالية الحوثية وهو اليوم عضو اللجنة الثورية الاشتراكي نت، وكان يدير هذا الموقع، يعني كان بوقا من أبواق جماعة الحوثي. انعكس هذا الموقف على الحزب على جماعة المشترك وربما حتى الإصلاح، لكن كان يساير موقف الجميع في المشترك كان موحدا. نعم، هو تحت تأثير الحزب
الاشتراكي اليمني، تحت تأثير الحزب الاشتراكي اليمني. لكن دعني أقول لك، ربما كانت مواقف المشترك نكاية بعلي عبد الله صالح، يعني الذي صوروا الموضوع على أنه مظلومية للحوثيين، ولم يكونوا مظلومين، كانوا متمردين بغض النظر عن موقفنا مع علي عبد الله صالح. نعم كان هناك حروب عبثية باعتبار أنه كان يلعب بالجيش، كان يريد أن يفكك الفرقة، كان يريد أن يتخلص من علي محسن الأحمر، كان يريد أن يمكن للتوريث، كان يوقف الحرب بشكل عبثي ثم ينشأها بشكل عبثي، لم يكن يريد أن يحسم، هنا العبثية. لكن لا ننسى أيضا أن هذه الجماعة كانت تقتل الجيش والأمن، كانت تقوم بالانتقام من مخالفيها. الإحصائيات الرسمية للمنظمات يعني حقوقية تبين أن 90% من الانتهاكات التي نالت المدنيين خلال الحروب الست، أي فترة مظلومية الحوثيين، 90% منها أن قام بها الحوثيون، فجروا البيوت، طردوا الناس، هجروهم خلال فترة الحروب الست. ما بعدها كان واضحا، الحزب الاشتراكي ومواقفه مع الحوثيين. دعني أقول لك، عندما بدأ الصراع فقط مع الإصلاح، يعني كانوا يدمرون يعني مقرات الإصلاح، لم يصدر الحزب الاشتراكي موقفا يعني يدين فيه تفجير مقر حزب وشريكه في اللقاء المشترك. لكن بشكل عام هناك الكثير من يتفق على أن صالح هو من استخدم الحوثيين للانقلاب، ألا تظن أن هذه يعني حقيقة وجدت في بين الشركة؟ الحقيقة أن الكل كان يبحث، يعني صالح أراد أن يستخدم الحوثيين للانتقام من خصومه، وربما للعودة إلى السلطة أيضا، باعتبار أن المجتمع الإقليمي والدولي لن يتعامل مع جماعة ميليشياوية كالحوثيين وسيعود إليه. لكن الحوثيون لم يكونوا بتلك السذاجة التي سيقبلون أن يكونوا مجرد أداة. يأتوا لينتقموا لعلي عبد الله صالح قاتل حسين الحوثي ثم يعودون إلى منازلهم. هؤلاء أصلا هم دعاة سلطة، هم يرونها حقا إلهيا، إذا كان البعض يسعى لها كاستحقاق سياسي فهؤلاء يرونها عقيدة ودين. يعني أنا قلت ذات مرة، يعني للذين يظنون أن الحوثيين يمكن أن يقبلوا بعلي عبد الله صالح أو بعبد رب منصور هادي، هؤلاء لم يقبلوا حتى بأبي بكر وعمر حتى اليوم، فما بالك أن يقبلوا بشرعية من سواهم، وهذا قالوها صراحة في وثيقتهم الفكرية. وبالتالي علي عبد الله صالح سلم لهم إمكانات دولة وحرس جمهوري وحزب، يعني لولا أنا أقول لك صراحة كانوا محصورين في صعدة، ولهذا قبلوا بالتحالف معه وسكتوا رغم ما في ذلك من تشويه صورتهم، لكنهم في الأخير كانوا يسعون لتحقيق مشروعهم الإمامي وليس لتحقيق مشروع علي عبد الله. طيب بالعودة إلى بيان الحزب، هناك لربما يعني من يقول أن هناك نقاط إيجابية في هذا البيان التي تعلقت في مثلا إدانته لانقلاب 21 من سبتمبر، في هذه النقاط الإيجابية. نعم أنا أقول سنقيم البيان بالنسبة إلى بيانات سابقة للحزب، سنجد فيه تطورا إيجابيا. يعني الحزب الاشتراكي عندما وصلوا إلى مشارف صعدة صنعاء كان يقول هي عملية جراحية وستعود المياه إلى مجاريها، بعدها كان من أكثر المتحمسين، وإن كان الجميع قد وقع على اتفاق السلم والشراكة، لكن بعدها أثناء الحوار الوطني صدر له موقف يرى أن ما حدث في 21 سبتمبر هو أحد منجزات الحركة الوطنية التي يجب الحفاظ عليها، مكسب يعني من مكتسبات الحركة الوطنية، هكذا قال في موقف رسمي. ثم بعدها تقريبا عند بدء انطلاق عاصفة الحزب قال أن ما حدث كأنه انقلاب، هكذا يقول البيان كأنه انقلاب. الآن بعد أكثر من سنة ونصف يقول أنه انقلاب، هنا تطور بالموقف وإن كان متأخرا. يعني هذا التطور الذي يعني بدأ باعتبار 21 سبتمبر منجزا وطنيا ثم كأنه انقلاب ثم انتهى إلى أنه انقلاب، موقف إيجابي. لكن هو أراد وربما في البيان نفسه تحميل علي عبد الله صالح مسؤولية كامل الانقلاب، نحن لا ندافع عن علي عبد الله صالح، لكن أيضا اعتبار وهو قال ذلك أن الحوثيين يعني كأنه مغرر بهم، ويعني أنهم مجرد أخطأوا التقدير، يعني أن الحوثيين وخاطبهم بأنصار الله وما إلى ذلك، وأن الحوثي أخطأ التقدير بتحالفه مع صالح. يعني هذا يعني أنه لو لم يكن الحوثي متحالفا مع صالح لكان موقف الاشتراكي شيء آخر، وهو ما حدث بداية هذا الانقلاب. يعني الاشتراكي ليس له موقف من الحركة الحوثية وهو لا يراها
أنها حركة ارتدادية عن ثور سبتمبر، وهذه قصة كبيرة ضمن اختراقات الثورة المضادة لسبتمبر والحركة الهاشمية السلالية، أقول أصحاب الدعاة الإمامة الذين اخترقوا كل الأحزاب على رأسها الاشتراكي، هذه يعني منذ وقت مبكر وليس من اليوم. طيب أستاذ زيد، يعني هناك من يعني إذا ما تحدثنا عن أنه إذا جئت متأخرا أفضل من أن لا تأتي، باعتبار أن يعني البيان يعني توضيح موقف أنه انقلاب بالنسبة للحزب الاشتراكي جاء متأخرا بحسب ما تفضلت به، هل نستطيع أن نقول الآن أن الموقف السياسي لقوى ثورة فبراير أصبح موحدا؟ هناك جبهة وطنية الآن تعمل مقابل جبهة انقلابية، يعني هو الآن نستطيع أن نقول أن الجميع يعتبرها انقلاب، وهذا شيء جميل ويجب أن ينتهي الانقلاب. لكن كيفية آليات الانقلاب، ربما الحزب كان بيان الحزب متذبذبا ومترددا في الآلية، يعني إذا كنا نعتبر الحرب الدائرة اليوم ما يقوم به التحالف مع المقاومة الوطنية والجيش الوطني هي خيار الضرورة لاسترداد الجمهورية وإنهاء الانقلاب، الحزب بيان الحزب لم يعد بتلك الحدية تجاه ما حدث أو لبعض تصريحات بعض قيادته التي كانت تقول عدوان، لم يقول أنه عدوان، لكنه قال أيضا أنها حرب عبثية، ويعني ايضا دعا انه يعني ان طيب الا تعتقد ان هناك من يتفق معه في نقطه ان يعني تدخل التحالف العربي بطلب من شرعيه الرئيس عبد ربه منصور هادي له الكثير من الاخطاء في استهداف المدنيين ربما، وهناك من يقول انه يعني لا مجال لي يعني للاستمرار في هذه الاخطاء. انا معك يعني، ويجب ان يعني يجب ان يرتفع صوت داخلي للخطأ أن يقول خطأ واستهداف المدنيين، نحن نستنكر استهداف المدنيين من حيث المبدأ، لكن نحن نتحدث يعني حول وجود أخطاء صاحبت عملية مشروعة أم أن العملية بذاتها غير مشروعة. نعم، أما الأخطاء يفترض نحن ننتظر بيانا مثلا عندما يتم التأكد من أن التحالف قام بقصف منشأة مدنية أو مدنيين، نتمنى من الحزب أن يصدر بياناً ويدين هذا العمل ويطالب بالتحقيق فيه، وسيجد له صداً واسعاً حتى داخل أنصار الشرعية. يعني أنا أعتقد البيان بشكل عام يعني هو يقول لا مناص، وهو دعا الحوثيين ودعا كل العقلاء أيضاً بما فيهم أنصار الله كما أسماهم إلى يعني العودة إلى تنفيذ القرار، هو مخلصاً للحوثية لإنقاذها بذلك، لأنه كما قلنا في المحور السابق أن القرار صحيح هو منجز كبير للشرعية، لكنه أيضاً يمثل إنقاذاً لهذه الحركة لو كانوا يعقلون، لو كانوا يحسبون الأمر حساباً سياسياً. اليوم المقاومة باتت على مشارف من صنعاء، لا يمكن بعد هذا المزيد يعني من سفك الدماء وبعد هذه التضحيات وبعد يعني أن يتم الحسم العسكري أن يأتوا ويطالبوا بشراكة، يعني بإمكانهم لو أنهم قبلوا بتنفيذ القرار يعني وسيكون لديهم شركاء، يعني كما كان بالسابق هم دخلوا الحوار بأكبر من حجمهم لمثل هذا التعاطف الذي كان يحصل لهم، وأنا أقول ليس الحزب الاشتراكي وحده، كثير من القوى، وكان هذا موقفنا من السابق، إدخال الحوثي في حوار بين أحزاب سياسية دون أن يلقي السلاح كان خطأ استراتيجيا فادحا، يجب علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها، الإرهاب هو استخدام السلاح أو التلويح به من أجل تحقيق أهداف سياسية، هذا ما يقوم به الحوثي، كيف أحاوره على أنه تنظيم سياسي أو جماعة سياسية أو ألتمس له أعذار أو أقول له جزء من المشروع الوطني وهو يفرض آرائه ويحاول تحقيق أهدافه بقوة. طيب دعنا نشرك معنا في النقاش الدكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء معنا عبر الهاتف من تونس، مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا دكتور. أنت تابعت ربما موقف أو بيان الحزب الاشتراكي الأخير، هل يعني أعطيتنا القراءة الخاصة بك حول هذا البيان؟ والله بيان الحزب الاشتراكي اليمني بيان من وجهة نظري بيان عادي، وهو تقريبا يتطابق مع الموقف الرسمي للرئيس هادي لنائب الرئيس بحاح من حيث المطالبة بتطبيق القرار الدولي وإيقاف الحرب وتسليم الأسلحة وإخلاء المدن، وفيه إدانة واضحة طبعا للانقلاب والحركة الانقلابية، لكن طبعا الموقف الحزب ينطلق للأسف من توازنات سلطوية ولا يضع في اعتباره الحركة الشعبية ولا المقاومة الشعبية،
والسبب في الواقع انه الحياه السياسيه في اليمن كلها تنطلق من هذا المنطلق. ليس هنالك اي ميزان شعبي يسمح، حتى داخل المقاومه الشعبيه للاسف الشديد التيار السائد هو تيارات سلطويه وتيارات محافظه وتيارات رجعيه، وبالتالي الاهتمام بصوت الناس وبمشروعهم ومصالحهم الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه هو ضعيف. لكن الموقف الحزب وهو موقف يمكن نقده بشكل شعبي وثوري شيء، والملاحظات والنقد وواقع الحال الحملة المكارثية التي تقودها تيارات معروفة وهي تيارات إسلامية وهي تيارات رجعية وهي تيارات محافظة وهي تيارات وإن كانت تصارع التحالف الصالحي الحوثي الرجعي والطائفي والسلالي والجهوي. نعم، لكن دكتور في نفس الوقت يعني بالنظر إلى تقدم الجيش الوطني والمقاومة حول أطراف صنعاء في ذات الوقت، ألا ترى أن هناك دلالة خاصة بتوقيت هذا البيان؟ طبيعي إنه الأحداث تفرض بيانات من هذا النوع. قلت لك هو من الممكن نقد الحزب وهو من الطبيعي ومن الضروري نقد الحزب، لكن نقد الحزب أنواع مختلفة من النقد. أنا أعلق على الوضع السائد. أول شيء بالنسبة للحرب القائمة في البلد ينبغي التمييز بين مستويات مختلفة. هناك التحالف العربي بقيادة السعودية، وهناك القوى الجيش الوطني بقيادة الرئيس عبد ربه هادي، وهناك المقاومة الشعبية. محاولة طمس الفروقات بين المصالح وبين الدوافع وبين المشاريع بين هذه التيارات الثلاثة أنا في رأيي لا يصب إلا في مصلحة تكريس هيمنة سلطوية لمن يريدون أن يعيدون نظام علي عبد الله صالح نفسه، ولكن من غير علي عبد الله صالح. ودعني أقول، أنا أسأل سؤال بالمناسبة، يعني هل يستطيع اليوم المتحدثين والذين كانوا صامتين ويطالبون الصلح مع علي عبد الله صالح بعد أيام من الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر وعادوا الآن ليتحدثوا بصوت مرتفع، هل يستطيعون أن يفسرون لماذا انقلبت تيارات وقطاعات شعبية واسعة من دعم ثورة فبراير التي شارك فيها وعادت لتنضم لتحالف الثورة المضادة؟ هل يستطيعون أن يفسرون لماذا والأغلبية الشعبية الساحقة 90% من اليمنيين لديهم موقف معادي من تحالف علي عبد الله صالح والحوثي ومن انقلابه ومن عصابتهم المسلحة؟ في نفس الوقت الأغلبية الشعبية هذه ليست منخرطة في المقاومة. الذي يعتقد أن اليمنيين لا يستطيعون أن ينتصرون بوسائل شعبية وبحرب شعبية ثورية وأن كل التعويل فقط هو على طائرة التحالف العربي السعودي لا ينتمون للشعب اليمني، وهم بطبيعتهم السلطوية في الواقع من يحيدون أغلب القطاعات الشعبية وأغلب المناطق الشعبية التي تستطيع أن تحمل السلاح وتحرر مناطقها وقراها وتقيم سلطة شعبية قاعدية من أسفل. منطقهم وثقافتهم السياسية وطبيعة مصالحهم الاجتماعية تحول دون أن تحول المقاومة الشعبية من مجرد شعور إلى تنظيم مسلح أشكرك وإلى عمل قاعدي في كل مكان، وهذا ممكن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء. أستاذ زايد، هل من تعليق؟ لكن في نصف دقيقة. يعني صديقي الدكتور معن دماج هو يطرح أفكار رائعة، لكن للأسف الثقافة اليسارية، دعني أقول لك بصراحة، لا يعني لم يستطع أن يغادر. يتحدث عن التيارات الرجعية ويقصد من يعارضون الحزب الاشتراكي من التيارات الإسلامية، وينسى أن الحزب الاشتراكي رائد التقدمية والأممية، يعني مواقفه مع أكبر حركة رجعية عبر التاريخ. يا أخي، قيادات اشتراكية ولا أريد أن أسمي كانوا يروجون على أن هذه الحوثية حركة ثورية، يعني أنها ستبني دولة، مؤسسات دولة مدنية، ولا زال موقفها حتى اليوم، حتى في البيان الأخير. الأكبر تيار رجعي هو التيار الحوثي الذي انخرط فيه للأسف الشديد قيادات، وأنا لا أحمل كل، هناك قيادات اشتراكية وكوادر اشتراكية في تعز وفي الضالع وفي دمت انخرطوا بالمقاومة الشعبية. هو تساءل لماذا يتم تحييد قطاعات واسعة من الشعب؟ من الذي يقف أمام تحييدها؟ ويعني وما هو دور الحزب الاشتراكي مثلا كتيار له يعني نضالي ضد
القوى الرجعية في الوقوف أمام هذه الهمجية الحوثية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ زايد، والمعذرة لأنه انتهى وقت الحلقة. كذلك هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات بقية الطاقم التحريري والفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.